تحية لكم من جديد مشاهدينا الكرام، متواصل معكم في استوديو المنتصف. اليوم طبعا 8 مارس وهو يوم المرأة العالمي، وكما تعلمون أصبحت أيام المرأة اليمنية في ظل الحرب كالأشغال الشاقة يوميا بسبب الظروف المعيشية وأيضا بسبب هذا الحرب وما تدفعه المرأة في ظل هذا الظروف. طبعا هناك بهذه المناسبة تكتل المبادرات النسائية في مدينة تعز، أقام ندوة نقاشية تطرقت لوضع المرأة اليمنية بشكل عام ووضع المرأة اليمنية في مدينة تعز على وجه الخصوص. طبعا التكتل يعني ذكر أرقام وهناك تقرير لعدد المرأة طبعا والعنف الذي مارس ضدها من قبل الميليشيا وأيضا في ظل هذه الحرب المسعورة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم معنا الأستاذة أميرة الصغير الناشطة المجتمعية. نرحب بك سيدة أميرة. اهلا وسهلا استاذه اماني، حياكم الله وشكرا ليمن شباب على الاستضافه في يوم المراه العالمي. اشكرك، كل عام وانت بالف صحه وسلامه سيدتي. لو بدايه يعني تحدثينا عن هذا التقرير الذي قمتم بانجازه، يعني المده الزمنيه التي شملها الحصر، وايضا هل شملت كل المحافظات ام فقط اقتصر على مدينه تعز؟ اولا وقبل البدء في الكلام عن البيان الذي اصدره تكتل المبادرات النسائيه في مدينه تعز، نقول المراه اليمنيه تحيا وضع ماساوي بشكل كبير وخاصه في مدينه تعز. التحيه الكبيره للمراه التي ناضلت وجاهدت في هذه الحرب المسعوره التي تشنها ميليشيات الحوثي وصالح على اليمن بشكل عام وعلى تعز بوجه الخصوص. التكتل أقام هذا أو عمل على هذا التقرير للعامين 2015 و2016 وجمع فيه من الأرقام التي تبعث على الخوف والرعب لسقوط كثير من الضحايا، سواء في جانب الضحايا من القتيلات أو في جانب الضحايا من الجريحات. هو أعطى أرقام للمرأة التي قتلت في اليمن بشكل عام وفي مدينة تعز أو في محافظة تعز بشكل خاص. الأرقام التي جاءت فيه بمقتل أكثر من 600 امرأة، هذا يعني رقم مهول ويجب التوقف عنده كثيرا، وهو رقم تقريبي نسبي لأن كثير من النساء التي تقتل سواء في حتى هنا في مدينة تعز وفي محافظة تعز نتيجة القصف الإجرامي من الميليشيات الإجرامية التابعة للحوثي وصالح أو من التي تقتل في المحافظات الأخرى التي تدور فيها المعارك، هنا كثير من القتيلات لا تصل إلى المنظمات التي تعمل على رصد يعني هؤلاء الضحايا، وكذلك المرأة الجريحة كثير من الجريحات لا تصل أسماؤهن إلى المنظمات التي تعمل على جمع معلومات عن النساء التي تسقط في هذه الحرب الإجرامية التي تشنها الميليشيات الإجرامية على اليمن بشكل عام وعلى تعز بشكل خاص. يعني رقم أكثر من 1000 امرأة تسقط جريحة، وهناك من النساء الجريحات في مدينة تعز تتعرض للإعاقة الدائمة. هذه المرأة كيف سيكون لها مستقبل؟ وأيضا يعني أكثر من ما يقارب 300 امرأة ضحية قتيلة بسبب القصف الهمجي الوحشي على الأحياء السكنية وعلى المناطق السكنية داخل المدينة وفي المديريات التي تدور فيها المواجهات بسبب هذه الحرب الإجرامية التي تشنها ميليشيات الحوثي وصالح. نحن نقول العالم يحتفل بيوم المرأة العالمي ويقوم بتكريم المرأة في هذا اليوم ويتذكر حقوقها وهي منسية طوال عامين، يعني لمدة عامين 2015 و2016 تعرضت المرأة في مدينة تعز بشكل خاص، وأنا أتحدث هنا عن تعز بشكل خاص، تعرضت لكثير من الانتهاكات، يعني حق العمل وحق التنقل. المرأة ولدت في نقاط التفتيش التي تفرضها العصابات الإجرامية، وهناك فقدت أجنتها، يعني كثير من الأسر فقدت أكثر من 50 امرأة فقدت جنينها بسبب هذه الحرب وأجهضت. أيضا هناك النساء التي فقدت الحق في التعليم، ما يقارب 50,000 فتاة حرمت من حقها في التعليم بسبب هذه الحرب التي تشنها الميليشيات الإجرامية على المدينة. يعني هناك الحق في الصحة، ما يقارب 5,000 امرأة لا تحصل على حقها في الخدمات الصحية بسبب إغلاق المستشفيات وانعدام المواد الطبية وغياب الكادر الطبي. الكثير من النساء المريضات لا تحصل على العلاج الكافي لها. يعني سيدة أميرة التقرير شامل كامل، ليس فقط بعدد القتلى والجريحات وأيضا هناك الانتهاكات التي تعرض لها يعني النساء كما ذكرتي في الصحة وأيضا الخدمات
الخدمات الصحية التي طبعا ظلت محرومة منها المرأة. نعم، إذا هو التقرير شامل للمرأة طبعا في جميع المحافظات وليس فقط في تعز. هو في جميع المحافظات بالنسبة لعداد القتيلات والجريحات وكذلك الحرمان من التعليم، ولكنه يرصد الأمور التي هي خاصة بالمحافظة بشكل خاص بمحافظة تعز، لأن التكتل في نطاق عمله هو يعمل في مدينة تعز. يعني لو أردنا أن نتكلم عن المرأة ضحية، نحن تكلمنا عن هذه الأشياء البارزة الواضحة أمام الناس، اللي المرأة القتيلة، المرأة الجريحة. نحن نقول المرأة هي ضحية بشكل غير مباشر عندما يقتل زوجها، سواء في الجبهات أو في بالشكل المدني في الأحياء السكنية. المرأة تتحمل أعباء الأسرة، تنتقل أيضا، هناك جريمة كبيرة ويجب التركيز عليها سواء من قبل الإعلام أو من جميع المنظمات العاملة في حقوق الإنسان. نقول أن كثير من الأسر، ما آلاف الأسر هجرت من منازلها في مناطق الوازعية وفي مناطق بلاد الوافي وقرية تبيشع، هناك هجرت المرأة من ديارها، خرجت لا تحمل من حطام الدنيا شيء، تحمل أطفالها الجوع، يعني الذين لا يحملون حتى ثيابهم، لا يجدون القوت الكافي، الغذاء الكافي، الأمن الكافي، خرجوا لا يجدون ملجأ يلجأون إليه. يعني احنا هنا نقول في مدينة تعز النزوح الى داخل المدينة اصبح بشكل كبير مع الحصار المفروض على المدينة وتحملها من التبعات. يعني هناك كثير من الاسر تذهب الى اسر مضيفة، فتتحمل الاسرة اعباء كبيرة اكثر من يتحمل اعباءها هي المرأة. المرأة عندما يفقد زوجها او ابنها او اخاها او ابوها في يعني قتيلا، هي تبدا في رحله معاناه اخرى. وكذلك في المراه النازحه، نقول لو ذهبت المنظمات الحقوقيه التي تدعي انها تحافظ على حقوق المراه وتجد المراه هناك في الشعاب وفي الجبال تحت العراء، يعني في العراء، يعني على ذكر استاذه اميره هذه المنظمات الدوليه، يعني هذا التقرير ايضا كما ذكرنا يعني وثق لهذه الاعداد كما قلت، يعني بالنسبه للجريحات وايضا للقتلى من النساء. هل هذا التقرير سيرفع الى جهه معينه، خصوصا انه في هذه الاثناء، يعني هذه الايام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، يعني هناك جلسات وهناك أوراق عدة، هل يعني هناك جهة ربما ترفع هذه الأرقام إليهم بحيث يكون لهم علم بما يحدث على أرض الواقع وما تعانيه المرأة اليمنية من انتهاك مستمر؟ بالفعل أختي الكريمة، التكتل رفع التقرير إلى منظمة الأمم المتحدة، لأنها هي المعنية أولا بالإنسان في العالم، وكذلك إلى منظمة حقوق الإنسان. يعمل الحقوقيون في مدينة تعز على رفع هذا التقرير إلى هذه الجهات التي يجب أن ترصد، وهي عاملة وتدعي أنها تحافظ على حقوق الإنسان بشكل عام وعلى حقوق المرأة بشكل خاص. ولذلك فإن التكتل حرص على رفع هذا التقرير ولم يجعله، يعني ولم يجعل الاحتفال كأنه احتفال ديكوري للتبرير للمناسبة فقط، ويمر هكذا مرور الكرام. أيضا أختي الكريمة، نحن نقول هنا في مدينة تعز ونستغرب استغراب كبير، لماذا تصمت وتسكت وتخرس هذه المنظمات التي تدعي حقوق المرأة؟ المرأة هنا في مدينة تعز فقدت الحرية في التنقل، فقدت حق الحياة، فقدت حق التعليم، فقدت حق الصحة، المرأة فقدت زوجها وأباها وأخاها، هي فقدت حتى روحها، هي فقدت أجزاء من يعني من جسدها. ومع ذلك نجد أن هذه المنظمات لا تحرك ساكنا ولا تندس ببنت شفا في حق المرأة المنتهكة حقوقها. هنا الإنسانية تموت، هنا الإنسانية يعني هنا خرست الإنسانية جمعا، أن تصل الحالة الإنسانية التي وصل لها الناس في مدينة تعز وفي محافظة تعز وبشكل خاص المرأة، لأنها الجانب الأضعف، ولذلك عمل لها هذا اليوم العالمي. نحن نقول أين حقوق المرأة؟ نحن نطالبهم بتطبيق ما يدعونه في المحافظة على هذه الحقوق. أيضا المنظمات المحلية، ونحن أيضا نطالبها، المنظمات المحلية العاملة في حقوق الإنسان وفي حقوق المرأة، نقول أين دورهم؟ ودائما نتكلم سيدة أميرة أنه يجب هذه المنظمات كما ذكرتي المحلية أن يكون هناك تشبيك ويكون هناك تكامل بحيث يعني تقدم صورة لما يحدث على أرض الواقع، ويتم طبعا رفعها لمنظمات دولية ويكون هناك تكامل بينكم. أنا سيدتي أنا أشكرك شكرا جزيلا، فقط زحف علي الوقت، أشكرك شكرا جزيلا السيدة أميرة الصغيرة الناشطة المجتمعية، أشكرك شكرا جزيلا، تحدثت عن هذا التقرير الذي طبعا رصد عن الانتهاكات التي تعاني منها المرأة خصوصا في يومها العالمي، يعني لا ندري كيف نحتفي تعاني المرأة اليمنية في ظل الحرب منذ سنتين من انتهاكات كبيرة جدا دفعت ثمنها المرأة اليمنية. في نهاية هذا الحلقة من استوديو المنتصف، اسمحوا لي أن أتقدم يعني بتهنئة المرأة اليمنية في الداخل والخارج، كل عام وأنتم السلام، كل عام وأنتن الحياة، مع السلامة.